كل ده مهما كان السعر يبقى انت بتقدم خدمات مش مزدوجة مع 10 مع بعض. كل ده ببقى اقل في السعر كمان برضه. يعني مع كل ان انا عندي عزل حرارة لما كنت بقول حكي ان زيرو انرجي او ان هو صديق للبيئة او ان هو بي 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 يطابق كل مواصفات العمارة الخضراء ان هو ده حاجة إيه تانية. ايه الصورة الحلوة دي؟ ده موضوع تاني موضوع من ضمن النظام الانشاء الحديث ان احنا بدون اساسات في الارض يعني طبعا احنا عملناها بره والان بناخد عليها اعتمادات داخل مصر بره ما بنعملش اساسات في الارض بمجرد ان هو طب بلاطه خرسانه عاديه بتبقى فوق سطح الارض لانه خفيف اتس لايت كونستراكشن فبالتالي البلاطه الخرسانيه دي بتتسلح برضه بدون حديد تسليح بنسلحها بماده زي دي اسمها جيوسيل دي اتش دي بي اي بولي ايثيلين عالي الكثافه وعندنا المصنع دي حوائط سانده للفرق الليفلز بالنسبه للكومباوندز اللي موجوده في مناطق عندها كونتور لاين نعم او عايز يشوف البحر فبيبتدي يشكل مصاطب معينه نعم. او مستويات معينه ويبني فوقها بدون خرسانه ده مجرد انه بيملاها رمل وكده دي بالنسبه للطرق ده احد المشروعات اللي عملناها بالحديد اللايت ستيل اللي بحكي لحضرتك عنه نعم ده 5 ادوار دي مخرات سيول من نفس كده يعني احنا الموضوع متشعب زي ما كنت بقول لحضرتك الله ايه الجولدن ده؟ ايه المبنى الحلو ده؟ ده مجمع 300 عماره كان اتعمل بشركتنا اللي في جنوب افريقيا قامت بيه في احدى الدول العربيه ده برضو مبنى كومباوند اتعمل على الساحل في استراليا بنفس التكنولوجيا بتاعتنا لان احنا التكنولوجيا بتاعتنا إيه اصلا استراليه المفخره المصريه دي ايه المفخره استراليا وامريكا واحنا اللي بنبني واحنا اللي بنقدم ده برضو مخرات سيول أيوة. معموله بالطريقه دي وبعد ما بتتعبى خرسانه اسمنت بدون أيوة. فواصل تمدد بدون اللي هي الحواجز اللي بتتعمل علشان مصدات الميه ان كانت فوق وتحت مجرد ان هي تتملي بالاسمنت العادي بدون تسليح باي عدد من الكيلومترات بدون فواصل تمدد ده نعمله ده في اسكندريه بقى ونعمله في المدن الساحليه عندنا اللي كل شويه لما بتمطر مطره بنسمع بسيول وجرفه لا ده هو في مسارات معينه للسيول يعني ودي طبعا الدوله هنا وزاره الري هي اللي بتصمم هذا الكلام وعارفه اماكنه فين طبعا. بس علشان يتعمل وله مواصفات معينه في الانحدار والبعد ما بين طبعا. الجنب والجنب فاحنا بنقول ايه ان احد عناصر التكنولوجيا الجديده اللي احنا بنقدمها ان ده لما بيتعمل على الجوانب والارضيه بتاعت مخر السيول ما بحتاجش الفواصل التمدد لان فواصل التمدد هي بتبقى العنصر نقطة الضعف في مسطحات مخرات سيول بصفة عامة فدي محلولة محتاجة حلقات محتاجة وقت طويل لأني أنا عندي مليون سؤال أنا مش بعتش من الفقرة دي بتكلم بجد أنا فخورة بحييك أهلا بيك يا فندم بحيي كل شركائك والناس القيمين على مثل هذا المشروع المحترم اللي هو بيخلي مصر في المقدمة احنا مش بنبني مصر بس بنبني مصر والدول العربيه واستراليا فعلا وكمان احنا طبعا السوق الافريقي دلوقتي يعني هو ما انت واخد ما شاء الله مصنع في ايطاليا احنا عندنا مصنع في ايطاليا وجنوب افريقيا مصنع جنوب افريقيا في جنوب افريقيا الـ وسط افريقيا بقى وشمال وغرب افريقيا وشرق افريقيا دي مناطق احنا تقريبا اخترقناها بالكامل وقدمنا فيها الحلول بتاعتنا وفي يعني ان شاء الله على يعني الوقت القريب نقدر يبقى عندنا مشروعات كبيره هناك.